بطريركية الروم الأرثوذكس أعلنت أنها استعادت أراضي استراتيجية في القدس. كتبت تقول: استعادت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية حقوقها الكاملة في قطعة أرض تابعة لها في حي أبو طور بالقدس في موقع استراتيجي، وذلك مقابل 80 مليون شيكل. وبهذا تكون البطريركية قد تمكنت من تحرير الأرض تماماً من جميع القيود التي كانت تعيق ملكيتها، والتي نشأت نتيجة اتفاقيات تأجير قديمة وحجوزات أقامتها الحكومة الإسرائيلية استجابة لقرارات قضائية صدرت في عهود سابقة. وتمكنت البطريركية بتوجيهات ومتابعة من غبطة البطريرك ثيوفيلس الثالث، وهو بطرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، تمكن من استعادة قطعة الأرض الاستراتيجية في القدس بعد مرور عقد ونيف من العمل المتواصل، نظرا لقيمة هذه الأرض الدينية والتراثية والأثرية. طبعا علما أن ملف تسريب الأراضي التابعة للبطريركية هو ملف كان قد أثار الجدل الكبير والكثير، وخاصة في عهد البطريرك ثيوفيلس الثالث. لمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ أليف الصباغ، عضو الحراك الوطني الأرثوذكسي. أستاذ أليف، صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. تحياتي لك. تحدثنا سابقا أنا وأنت في موضوع ملف تسريب الأراضي التابعة للكنيسة، لكن لفت نظرنا صراحة هذا العنوان عن استعادة أرض استراتيجية في منطقة أبو طور بالقدس. تعلن البطريركية أنها استعادت هذه الأرض مقابل 80 مليون شيكل، وأنها قامت بتحرير الأرض تماما من جميع القيود التي كانت تعيق ملكيتها. فإذا سمحت، ما هي قصة هذه الأرض بالبداية؟ يعني أبو طور أو المنطقة أو الأرض اللي تسمى أبو طور هي منطقة أثرية وتاريخية، وفيها كنيسة قديمة جدا يبدو من القرن الأول أو الثاني بعد الميلاد، وهذه الكنيسة تحت الأرض بجزءها الكبير. والموقع نفسه هو موقع يطل على القدس القديمة، على المسجد الأقصى، ومطل جدا وهام جدا في الطبيعة العامة للقدس. ولكن في تلك الحارة أو الحي يسكن أيضا عرب ويهود. وعندما قامت الشركة في شراء أرض من الكنيسة الأرثوذكسية أو من البطريركية، وهي أرض الكنيسة وليست أرض البطريركية، قامت بشرائها مع مشروع استثماري لإقامة عمارات عالية، في حين أن العمارات الأخرى الموجودة هناك هي عمارات بمستوى طابق أو اثنين أو ثلاث طوابق. عندها اعترض الأهالي أصحاب الحي عربا ويهودا، وبالأساس اليهود الذين اعترضوا، لأن هذه المنطقة كانت تستخدم بشكل طبيعي، يعني ملاعب لأطفالهم أو مناطق راحة وإلى آخره، هذه المناطق الأثرية. وتم شرائها من البطريركية. آنذاك فضحنا هذه الصفقة وقلنا أن هذه الصفقة تتضمن مناطق أثرية للكنيسة المسيحية، وهناك يوجد كنيسة قديمة. قالوا: نحن بعنا الأرض ولم نبع الكنيسة، يعني الكنيسة بقيت خارج الصفقة. ولكن استمر الأهالي في تقديم اعتراضاتهم على الشركة المستثمرة إلى اللجنة، لجنة التنظيم القدس. يبدو أنه، وهذه تحليل وليست معلومات، يبدو أنهم نجحوا في منع هذه الشركة الاستثمارية من إقامة عمارات عالية تضر فيهم، وبالتالي اضطرت الشركة أن تعيد المبلغ الذي اشترت به إلى البطريركية تستعيد أموالها، وبالتالي البطريركية يعني استعادت الأرض رغما عنها. ويمكن هذا يعني أن البطريركية حررت أرض، هذا يعني أن الشركة الاستثمارية فشلت في إقامة
المشروع الاستثماري هناك، فاضطرت إلى إعادة الأرض، وعلى ما يبدو أيضا ربحت في الموضوع. نعم، بعتها بسعر أعلى، يمكن رجعتها بسعر أعلى. يبدو هيك. طيب هو مكتوب نتيجة، يعني هذه حررتها من القيود نتيجة اتفاقيات تأجير، هي أنت تقول بيع، تفضل. معلومة صغيرة، إنه الشركة اشترت هذه الأرض ب 26.8، يعني حوالي 27 مليون شيكل من البتركية. الآن إذا عادتها للبتركية ب 80، والبتركية دفعت 80 مليون، يعني عمليا الشركة طلعت ربحانة مرتين ونص بالعقار. طبعا. طيب يعني أستاذ أليف، هم كانوا حكيين عن اتفاقيات تأجير قديمة وكأن الموضوع مؤجر وليس بيع. على أي حال، كم مساحة هذه الأرض تقريبا؟ عندك علم تقريبا كم تشكل مساحتها؟ لا، ما عندي علم كم تشكل مساحتها بالضبط. يمكن الحصول لو أنا موجود في البيت وبرجع للملفات. طيب ما في مشكلة، ولكن بس بعرف إن هناك كان في مخطط لإقامة بناء أو أبنية كبيرة، ثلاث أبنية على ما أذكر، أو ثلاث أبنية صغيرة بالإضافة للبناء لأبنية كبيرة، في 61 شقة عالية الثمن. هذا أذكره من تلك المعلومات. نعم. طيب أستاذ أليف، أين وصل أصلا ملف تسريب الأراضي أو العقارات في التابعة للكنيسة في القدس والداخل، وأيضا حراككم اتجاه هذا الموضوع؟ أنا سأكون صريح. تفضل. الحراك الوطني الأرثوذكسي وصل إلى حالة شبه يائسة، لأنه لا السلطة الفلسطينية ولا السلطة الأردنية تتعاون مع هذا الحراك ضد تسريب الأراضي. نعم. إنما العكس تماما، تغطي على البترك كل التسريبات وتروج له، وكأنه يقاوم الاستيطان ويقاوم الاحتلال. هذه مصيبة. يعني هل توقفت الجهود الكاذبة؟ نعم. البيانات الكاذبة المضللة التي يصدرها البطريرك ومن معه، يتم الترويج لها في صحف السلطة وفي الفلسطينية والأردنية وكأنها حقيقة، دون أن يبحث أي منهم عن حقيقة الأمر، دون أن يطلب أي وثيقة. بينما عندما نصدر بيان نطمح في صفقة أخرى، يقولون أين هي وثائقكم. نصدر الوثائق، ننشر الوثائق، ويقولون أنتم تأتون بهذه الوثائق من الصحف الإسرائيلية أو من الأرشيفات الإسرائيلية، ونحن لا نعتمد الأرشيفات الإسرائيلية، وكأنه يعني إحنا عم نجيب شيء كاذب. منقول لهم تفضلوا يا عم، اشتكوا علينا إنه إحنا عم نجيب وثائق كاذبة مزيفة، اشتكوا علينا. ما حدا بيشتكي علينا. حقيقة الأمر إنه كل البيانات، وأنا بحكي لك عن كل البيانات، ما في بيان انتصار بين قوسين صدر من البتركية إلا وهو مضلل وكاذب. ولكن يعني لم تقم البتركية باستعادة شيء؟ لا نستطيع التوجه للمحاكم الإسرائيلية ضد البتريركية، لأن المحاكم الإسرائيلية تحمي البتريركية، وزارة القضاء الإسرائيلية تحمي البتريركية، وللأسف الشديد سلطة رام الله وعمان يحمون البطريرك، وكل عنده مصالحه في الموضوع. يعني أفهم البطريركية مؤخرا لم تقم باستعادة شيء كما يذكر؟ لا، الشركة أعادت إلى البطريركية لأنه فشل مشروع الاستثمار، أعادته وبربح عالي كمان. يعني لكن هذه الأرض ماذا تشكل مقارنة بما تبقى؟ يعني ملف التسريب، هل هناك تسريبات جديدة؟ يعني وأين وصلت جهودكم في هذا الموضوع أستاذ أليف؟ هل هناك يعني في الناصري قبل أشهر فقط باعوا 4 دونمات مليون نص شيكل، هو مليون نص شيكل ثمن أقل من نصف دونم في الناصري، وباعوا 4 دونمات. يعني ما حدا، هذه الأوقاف مثل الأملاك السائبة، ما حدا بيعمل لها سعر، ما حدا بيهتم فيها، والجماعة ما جابوهاش معهم مليونان.
المال المسروق رخيص. مفهوم أستاذ أليف أكيد. وأنتم وكأنكم تعملون وحدكم في هذا الملف كحراك. هذه أوقاف الكنيسة مش أوقاف البطريركية. البطريركية لا تملك، البطريركية هي مجرد الإدارة لأوقاف الكنيسة. الإدارة لا تملك الحق في البيع، هذه قوانين الكنيسة معروفة ومعلومة للجميع، وأصدرنا كتيب بمفهوم ما هي الأوقاف ومن يحق له التصرف بها ولأي أهداف، وهل يحق لأحد أن يبيع أم لا. بموجب قوانين الكنيسة هذه أملاك الله وأملاك الكنيسة، والكنيسة تعني مجموع أبناء الطائفة وليس البطريركية. ولكن للأسف الشديد بالأردن أعطوا حق للبطريرك أن يتصرف بالأوقاف كما يريد، بالأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك السلطة الفلسطينية تتبع، وإسرائيل هي الوحيدة المستفيدة من ذلك. لكن أنتم توثقون وترصدون في الحراك يعني كل هذه العمليات التي تحدث اللي كان آخرها 4 دنومات في الناصر؟ نعم، نوثق للتاريخ الحقيقة، وليس لدينا يعني أمل كبير في نجاحنا في منع هذه التسريبات. كنا نعتقد أنه مجرد تفضح المشروع، تفضح التسريب، ستقوم السلطة الفلسطينية أو الأردنية بمساعدتنا، ولكن تبين لنا بعد جهد كبير وبعد تواصل كبير، لا اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس ولا اللجنة الملكية لشؤون الكنائس معنية بمساعدتنا، كل واحد عنده مصلحة. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا جزيلا الأستاذ أليف الصباغ، عضو الحراك الوطني الأرثوذكسي. تحياتي لك وشكرا.